مهرجان جدا جميل، فخم مره، انا مره مبسوطه. كل الممثلين موجودين هنا، ناس كان ودي اشوفهم من اول، اخيرا حشوفهم الحين. غير طبعا انا موقع مع ميسي اكاديمي، هذا لحاله بالنسبه لي مره مبسوطه. لوك حق اليوم المصممه سمر زهران السعوديه، براند دي لوك، ميك اب نوره، نور صعلوك، شعر سمر الشيخ، المجوهرات طبعا من سليمان الخميري. هنا وسط زملائي كلنا في مهرجان البحر الاحمر السينمائي، الشعور لا يوصف اني اشوف زملائي وشخصيات عالميه كلها في ديرتي، الشعور لا وحيشوفوا فيلمي. والحمد لله رب العالمين، قريبا وقعنا مع ام بي سي تالنت، يعني اللي شفتوه مننا شيء، وان شاء الله اللي حتشوفوه اكبر واقوى باذن الواحد الاحد ان شاء الله. طبعا هذا المهرجان كان حلم من احلامي، انه دائما اسال نفسي انه ليش ما في مهرجان في السعوديه، والحمد لله تحقق هذا الشيء، وهذه نقطه بدايه تحول الصناعه في السعوديه للسعوديين، ولاي انسان له موهبه ويبي يطورها، فزي ما بيقولوا حمى حتى القمه. وريسنتلي او حديثا الحمد لله وقعت مع ام بي سي تالنت ايجنسي، وهذه نقطه البدايه. مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في دورته الاولى اليوم، يعني يفتح للصناع الباب الكبير زي ما يقولوا. اليوم يعني عشرات من المبدعين السعوديين، بكره مئات والاف من المبدعين السعوديين. لبس اليوم حرصت على انه يكون هويه سعوديه، لانه شيء نفتخر فيه، من تصميم شاب بوتيك المبدعين الله يديهم العافيه، تصميم سعودي بايدي سعوديه. طبعا ام بي سي تالنتس يعني فيها نجوم كثيره جدا، حرصنا بالتوقيع معاهم فيما يخص التمثيل بالنسبه لي، وان شاء الله في مشاريع قادمه كبيره جدا بالتعاون مع ام بي سي تالنتس ان شاء الله. سعيدين مبسوطين بصراحه بتواجدنا هنا بمهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي الاول من نوعه، بس في خبر حلو عند الهام. مبسوطين اكثر لان احنا راح نعترفكم باحتراف ان احنا وقعنا مع اداره مواهب ام بي سي تالنت، اداره مواهب الفنانين، وصلنا اليوم ضمن هذه المنظمه الجميله، فخورين ومبسوطين. بالنسبه للملابس، انا اليوم توجت نفسي باللون الاحمر استنادا على فكره مهرجان البحر الاحمر من المصممه الجميله، المصممه السعوديه ايمان العجلان. بصراحه كفنان سعودي ما اعيش هذه اللحظات في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، هو اشبه بحلم وصار حقيقة. يعني قبل 7 سنين لو تيجي تسأل أي فنان سعودي يقولوا تخيل إنك في جدة في منطقة البلد يصير في ريد كاربت وفي فنانين جايين من جميع أنحاء العالم، أقول لك لا، أنت 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 قاعد تقول كلام مش مزبوط، يعني بتحلم بزيادة أو مبالغ في حلمك. الخبر الحصري إني الحمد لله تم توقيع عقد مع ام بي سي تالنت ايجنسي، فخور بانضمامي لهذه العائلة ومتفائل جدا بالخطوات القادمة. بالنسبة للثوب والستايل اليوم اخترته من تصميم المصمم السعودي ايمن الرابغي، يعطيه العافيه.